نرجع فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم. لاحظوا عليم حكيم. إذا كل إذا هو اللي بيعلم وهو حكيم. لذلك أنتم فعلا ما بتشوفوا إلا الناس إيش نحو الأفضل. واليوم بحاولوا على فكرة يشعرون. قال يا أخي بنتشر الإلحاد والناس يعني رايحة في اتجاه الإلحاد. الناس رايحة في اتجاه يا كذابين. الناس رايحة في اتجاه الإلحاد. لا اللي كانوا ملحدين ومتخبيين بينوا بس. مش الناس رايحة في اتجاه الإلحاد. اللي كانوا ملحدين وكانوا مغطيين وكانوا راتعين في موارد الأمة انكشفوا بس. اما الناس بكثر الالحاد. طب ما احنا عشنا الفتره اللي كان الالحاد مطبق تقريبا والجهل والتفاصيل ابدا. الان المسيره متجهه مش صحيح في اتجاه الالحاد في الامه. هذا غير صحيح. بيحاولوا يوهمونا انه الالحاد بينتشر. اصلا في العالم كله الالحاد بينهزم مش عند المسلمين بس. في العالم كله الالحاد والدراسات موجوده في العالم كله. شباب الجديد هذا كله في اي دين كان بتجهوا نحو الدين. بس بدك دين يقنع. بدك دين يقنع خصوصا شعوب واعية ومثقفة. وش بدك شيء يقنع. هذه فرصة الإسلام الآن ليجعل ليجعل ما يلقي الشيطان قد ايش بعد معنى يا عماد؟ لاحظوا. اذا والله عليم حكيم ليجعل. اذا النتيجة ايش على فكرة اللي راح تتحصل؟ النتيجة اللي راح تتحصل ايش؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لفئتين. اذا معناته في اثر لما يلقي الشيطان. في اثر لما يلقي الشيطان. هذا بدوش ينسخه يبدو الخالق. بدوش ينسخه. يعني بدوش يلغي اثره في نفوس مين؟ فئتين. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. على فكرة في الذين في قلوبهم مرض أول ما يتبادر للذهن إيش؟ أهل النفاق. طب وإيش قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض؟ وآية ثانية وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لاحظوا كيف أنا بفهمها وهذه سبق بيناها في محل ثاني بطريقة أخرى. لاحظوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. إذا فهمناها بهذا لاحظوا التأشير كيف بأشر. وإذ يقول المنافقون و الواو هذه تقتضي المغايرة والذين في قلوبهم مرض. إذن المنافقين غير عن اللي في صنفين. لكن أنا بفهمها هيك. لاحظوا كيف بفهمها الآن. لاحظوا في الإشارة إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. دائرة أكبر. ولذلك المنافقين في قلوبهم مرض ولا لا؟ في قلوبهم مرض. لكن مش كل اللي في قلوبهم مرض يعني منافقين كاملين نفاق. والمرض القلوب درجات. نعم مرض القلوب درجات. إذا لاحظوا كيف بفهمها. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فلسطين والعالم العربي. اذا بدي افهمها هيك العالم العربي وفلسطين او فلسطين والعالم العربي معناته كانه بيختلف. لكن فلسطين والعالم العربي تمام والعالم إذن لاحظوا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. إيش الفتنة على فكرة؟ هو امتحان صحيح بس أول مراتب الامتحانات والاختبارات. لأنه في الاختبار له معنى والامتحان له معنى والابتلاء له معنى والفتنة لها معنى. كمان مرة الفتنة لها معنى والاختبار له معنى والامتحان له معنى. كل واحد له معنى على فكرة. والابتلاء له معنى. الابتلاء دائما فيه تقليب. تقليب الحال. تقليب الحال. ابتلاء. تقليب الحال. عشان نشوف شو بصير. تقليب الحال. من البلو. طيب. كيف? الفتنة. الفتنة فيها اضطراب.
فيها ايش زعزع هيك واضطراب، مشان برضو ايش اذا في خير يطلع هزوا مش قلبه، هزوا وقعوا في الاضطراب، اختلال اوضاع. ها ليش ولا كيف ولا كيف لما يقولوا مثلا امرأة حسناء فتنت فلان، شو يعني فتنته؟ هزت كيانه، تخربش اضطرب انهز، هاي فتنته. تمام. فهو اذا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. في اذا الناس على فكرة بتكون قلوبهم مريضة وفي ناس قلوبهم قاسية، معناته القلب القاسي على فكرة بتفاعلش مع الموعظة لانه قاسي، ما بيرقش بتفاعلش مع الموعظة، ما بيعتبرش لانه ايش فيه قسوة. وفي اشي بيكون لا مرض، والامراض انواع واشكال يا اخوي. في مثلا الكبر مرض. تمام. شوفوا ابليس اكبر ما قتله الكبر، مرض كاين المرض في قلبه. ابليس كان مؤمن في قلبه مرض، واذا المرض استفحل قتله، واذا المرض بتعالج على فكرة. لذلك الله سبحانه وتعالى خاطب المنافقين كثير انه صلحوا بدلوا، بلكي قبلناكم، يعني ممكن يصلحوا، صلح انت، ما هو لانه مرضه هون، عالجوا في هذه المسألة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة اذا ما تخافوش اللي بتشوفوهم وقعوا فرائس، هذول واحد من اثنين، يا قلوبهم قاسية يا في قلوبهم مرض. خايفين انتوا هلكب بتشوفوا المؤمنين في هذه قضية ايش الشبهات. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ايش الشقاق؟ لاحظوا هلقيت، لاحظوا الشق فيه انصداع واكيد فيه تفرق. الشق مش هيك بيكون اشي هيك وبعدين بينشق، لكن الانشقاق اشكال والوان، في منه شو بصير؟ تفرق. لما ينشق تماما بصير ايش؟ اذا مرات الانشقاق بصير ايش؟ مع بظل قريب من بعضه، صدع بينصدع وبظل قريب، ومرات الصدع شو بيعمل؟ لذلك الظالمين مالهم في شقاق ايش؟ بعيد. شو يعني في شقاق بعيد؟ انت في واد وهم في واد، انت في حد وهم قبالك، معاديين إلك لانهم ظالمين. شو سببه؟ الظلم. وذلك اذا بتلاحظوا اكثر الظالمين اليوم اللي بقاوموا الاسلام مش بدافعوا عن ظلمهم، قاعدين يعني اللي قاعدين بقاوموا الاسلام الناس اللي هم اهل عدل واهل حق والباحثين عن الحقيقة هم اللي بيعدوا الاسلام. لا، الظالم والظلم اشكال والوان، ومنها الشرك، وان الشرك لظلم عظيم. ظلم، في ظالم لنفسه وفي ظالم لغيره. اذا اللي في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، لذلك شو قال؟ وان الظالمين لفي شقاق بعيد. وبالتالي انكم طالما هم في شقاق بعيد بينك وبينهم مسافات، واقفين قبالك وفي مواجهة الدين، يحادون الله في الحد المقابل، اشي طبيعي هدول تقتلهم الشبهات. مش بس تقتلهم، بتلقفوها، يعني بيستنوا اي شبهة، حتى الشبهة اللي ملهاش رجلين تمشي عليها بفصلوا لها رجلين، هم من عندهم بفصلوا رجلين للشبهة بخلوها تمشي وكأنها يعنها قيمة. زي قصة الغرانيق، الغرانيق هلقيت اكثر ما طبل لقصة الغرانيق المستشرقين والناس المشطوبين في اللي هم في شقاق بعيد، اللي في شقاق بعيد هذول هم اللي ما بيصدقوا انت يشموا ريحة الغرانيق وكاينوا قيل وبتقيهم. رفضوا الصحيح من الدين، ما صحة برفضوا، والضعيف هذا بيصير بيجيبوه بدهم يقووك، ولك لا حصلت يا عمي قصة الغرانيق. طب ما هي احاديث ضعيفة. لا يا هي حصلت مشان شو؟ مشان يوصلوا وان الظالمين. اذا شو علتهم؟
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، مين اللي أوتوا العلم؟ المؤمنين. لأنه على فكرة إياكم تظنوا أنه بيكون في موضوع الدين يعني والآخرة وفهم الدنيا، إيش ما يكون عنده علم فيزياء كيمياء كذا الأخير، إذا مش فاهم، إذا مش فاهم الواقع ما عنده شو هالعلم هذا. لاحظوا، وليعلم الذين أوتوا العلم، مين اللي أتاهم؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، من ربك. إذا شوف عدة شبهات هاي على فكرة بالنسبة لكم للمؤمنين وقتها أنتم.